مرحبا بكم من جديد. مواصلين معاكم إذن في تفاصيل هذه القضية اللي تهزنا لمجاز الباب في بيجة وترجع بينا 2007 وإحنا نهار 29 سبتمبر 2007 باش يتقابل حسين مع الباه، ومن اللي يتقابلوا باش يبدأ بالشتم والسب. البي مش باش يخلي حاجة ما يقولهاش الحسين، ومن بعد يتعدى للهجوم عليه وتنشب عركة ما بيناتهم الاثنين، عركة باش تبدأ هذاك بالبونية والآخر بالغاز. ثم بعد شوية الباهي باش يجبد سكينة وباش يوجه بها مجموعة من الطعنات الحسين، 6 طعنات باش يوجههم الباهي الحسين، 2 في وجهه، 2 في يده، واحدة في صدره، واحدة في كرشه. 6 طعنات، وبعدهم باش يقول له جملة رهيبة، جملة غريبة: هذه اليد اللي منعتني على رياض ومنعت علي الرزق، هاو باش نقص هالك وبرا شوف شكون يخيطها. ومن الكلام يتعدى للفعل قدام الناس في المحطة متاع النقل في مجاز الباب، يقص له يده ويواصل التنكيل بالجثة. خاطر نجم نقولكم أنها بقات جثة، خاطر حسين سيتوفى بعد شوية من كل هذا. في الأثناء الباهي باش يوجه روحه مجموعة من الإصابات وباش يحل يديه في أكثر من بلاصة باستعمال السكينة، وبعد ذلك باش يكلم واحد من غاديك اللي في النقل وباش يقول وصلني للسبيطار، وباش يمشي للسبيطار ويعمل شهادة طبية ويقول عملت عركة وتبادل عنف أنا وشكون. عاد هو توا خبرة، يعرف القضايا هذية وعنده سوابق شنو لازم يعمل باش تجيك العقوبة خفيفة وتتعدى دفاع عن النفس. اضرب روحك وبرا يمشي اعمل شهادة طبية. وهذا فعلا اللي عمله، وقال انه السكينة بالأمارة متاعه هو متاع حسين، ما هيش سكينة متاعي وهو اللي هجم علي. حسين باش يتوفى بعد نقله للإسعاف، والباهي باش يتم إيقافه وينطلق التحقيق معاه. وهنا باش يقولوا له شنو هو سبب العركة بينك انت والسيد يا اخي؟ سبب العركة ماني سرقنا المحصول تاع عم الطاهر وبعته وين وما عطيتوش باي، وهو يسرق معايا في المحصول يا اخي، غضب عليا وهد عليا بالسكينة. هذه الرواية اللي الطاهر بيدو باش يكذبها، لانه باش يقول انه حسين جا حكي له كذا مرة أنه هالسيد هذا عرض عليه أنه يسرق المحصول ويبيعوه، وهو عمره ما مشى معاه في الخط. هذيك علاش هو كان ديما ناقم عليه، على خاطر سد عليه بيبان السرقة. الحقيقة أكثر من مشكلة تطرحها هذه القضية. المشكلة الأولى أنا قلتها لك قبيلة، نعاودها سريعا، موضوع هذه الالتزامات شنو فايدتها وشو كذا، وساعات أنها تولي تخلي اللي زعما يجي صح على الالتزام يولي عفريت بعد ما يصح على الالتزام، بالعكس يحب يولي ينتقم أكثر فأكثر من الضحية. ثم بعد ما صح على الالتزام عمليا شنو فايدته هذا الالتزام، كيف يمكن مراقبته، كيف يمكن تفعيله، شنو يلتزم العبد، يلزمك تلتزم انك ما تقربش بفلان الفلاني على بعد كذا، هي من الناحية العملية كيف يمكن ذلك. ثم الناس اللي تتفرج
وعائلة حسين عندهم حق أنهم عندهم غش كبير حسب ما تقول معطيات القضية على الناس اللي موجودين في المحطة نتاع النقل. رأي الناس شاهدت كل شيء في عملية التنكيل، رأوا ضربوا بعد ضربوا دغروا بعد كركروا بعد قصلوا، معناه هذا الكل شافوه ولا من متدخل. بون تقول لي انت كذا قداش من قضيه جاء واحد دخل فيها او مازالت كي صارت توا جاي حز يا اخي ولا هو الضحيه؟ مش كي نقول التدخل معناها يتبلنجا يعمل بلونجون باش يفض النزاع هو بين زوز يتعاركوا بسلاح ابيض، مش هذا. لكن التدخل مش الفرجه. كل هذه مواضيع تطرحها هذه القضية ونحب ناخو رأيكم فيها. ثم زاد كيف كيف الخبرة متاع أصحاب السوابق في هذه العمليات اللي وليوا عندهم ما يقولوا من خلال خبرتهم، وليوا يعرفوا شو يلزمك تعمل وشو يلزمك تقول كيفاش يلزمك تتصرف، وهذا اللي حب يعملوا بالضبط الباهي وحب يقنع به التحقيق قبل ما يحاول يقنع به المحكمة. لكن لسوء حظه المحكمة لم تقتنع برواية الدفاع عن النفس. بالنسبة للمحكمة الإصرار والتنكيل والكلام اللي تسمع على هذه القضية يوحي بأني جريمة مكتملة الأوصاف. وذلك علاش في الحكم الابتدائي باش يتحكم على الباهي ولا الأسعد بعشرين سنة سجن، ثم بعد ذلك سيتم الترفيع في سنوات السجن في الاستئناف اللي باش توصل لثلاثين سنة. شنو رأيك في هذا الحكم الصادر في هذه القضية وفي جملة النقاط اللي قلت لك عليها المتعلقة بهذا الملف؟ شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.